السلوي يكشف إعجابه بها، شاهدوا المزيد من التفاصيل. بعد صعود السلوي مرة أخرى مع التيك توكر مايا، العديد من المتابعين كانوا يكتبون لسلوي أن هناك إعجاب بينهما، حيث السلوي رفض طرد دعبول لمايا من اللايف، مما جعل دعبول يلمح عن إعجاب السلوي لمايا وحكى له بدك أجيب لك ياها. أما قمر طائي فقامت بنشر مقطع جديد على التيك توك وقامت بحذفه بعد دقائق. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ أطلع يلا يلا اطلع. السلام عليك ملك، تعالي تغلطيش. لا اطلع، خليها تطلع. لا 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 خليها تطلع. اطلع تغلطيش، رجع حكم برجع. طيب يلا ماشي، يلا وعدك بلا، وعدك بلا، وعسلامتك. هي احلى منها. طيب انت ليه طلعت هسه؟ ايه ليه طلعت؟ انه خلص ما بتلعب معها كمان مرة؟ لا خلص، ممنوع اطلع معها خلص. عشانها ما بتعمل احكام؟ ما بتفتش احكام. لا اجيب لك اياها. لا يا زلمه، لا يا زلمه. شو اخبارك يا دعمون؟ والله الحمد لله تمام. شو اخبارك انت؟ يلا قلتين اسا شوف نظرات الحب والعشق. يا الله لا يسامحك. يلا سلام دعبولا. ليش نفس حكم الحاي؟ بس حبي تشيل البيض لطيح عليك تتلفين الدنيا. خلص سلام.